هنقيم الليل بس مش بالصلاة، هل قيام الليل بالصلاة فقط؟ تعالوا نشوف. وانتوا قاعدين بالليل كده بعد ما بتصلوا صلاة العشاء وفتحتوا مثلا حلقة دعوية فيها درس علم، أو فتحتوا المصحف، أو سمعتوا قرآن، أو عملتوا أعمال دعوية، أو دعيتوا ربنا عز وجل وسبحتوا أو استغفرتوا، أي عبادة تعملوها بعد صلاة العشاء إنه إنها قيام ليل، وبإذن الله تنالوا أجر قيام الليل. لأن القيام مش بس بالصلاة، هي صحيح الصلاة أفضل حاجة نقيم بها الليل لأنها بتشمل تلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والسجود والركوع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة بتجمع عبادات كتير قوي. لكن لو ما قدرناش نصلي، عندنا شغل مثلا، ابني صغير ومش عارفة أصلي منه، ورايا شغل كتير في البيت، طول ما أنا لساني بيذكر الله أنوي إن الذكر ده اللي من بعد صلاة العشاء قيام ليل. حتى لو أنا بأكل ولادي، قاعدة جنب زوجي بنتفرج على التلفزيون، سبحي في سرك وانوي إن التسبيح ده لقيام الليل. حافظ قرآن حتى ولو سورة الفاتحة، أفضل أكرر فيها طول ما أنا قاعدة سورة الإخلاص، أي سورة أنا حافظاها أبقى كده بقيم الليل بالقرآن من غير ما أمسك مصحف، وأنا بعمل العشاء واقفة على البوتاجاز رددي الآيات اللي أنت حافظاها بنية قيام الليل، وبإذن الله تاخدوا أجر القيام. ملناش حجة بقى، أظن محدش هيترك قيام الليل ولا ليلة، بس بشرط النية، اعقدوا النية وتوكلوا على الله. كنت معاكم كنزي زهر.